معلش يا مندوح ادينا دقيقتين بس. بصي يا رجروجه عشان حساكي كده عندك رهبه وهيبه الكاميرا، وهي الكاميرا ليها هيبه يعني. انا عايزه حلقه سخنه، يا لو حسيتي في اي لحظه وسط الاسئله اللي انا بسالها لك انك عايزه تلطمي وتنزلي تدرمغي في الارض اعملي كده خلاص. وعايزاكي بقى ايه يعني تسخني، واول ما تبتدي تعيطي انا احب قوي الطفل يقول لي لا لا معلش لو سمحتي مش قادره اكمل. يا ممكن توقفي التصوير ساعتها؟ انا بقول ستوب بس هو مش بيبقى ستوب حقيقي. لا بنعمل نفسنا ستوب وبعدين بنخش بالكاميرا على الضيف. انا عايزاكي بقى اول ما اقول ستوب تسخني، افتكري اي حاجه من كده عليكي، افتكري اسعار اللحمه، فاتوره الكهرباء، كيلو ليمون ابو 25 جنيه، يعني عارفه عايزه حلقه سخنه كده يا رجروجه، عايزاكي تبعبعي. اوكي؟ يعني ايه ابعبع؟ تبعبعي يا ستي يعني تدلدقي اللي في قلبك، تنطوري اللي في دماغك، عايزاكي تزروتي لي الحلقه، امسحي بكرامه سمير الارض. جتك القرف؟ في مذيعه محترمه تقول تزروتي؟ بتقولي حاجه يا انوش؟ لا يا حبيبتي، بقول يعني هو لسه جوزها ومفيش داعي لده كله. لا هو ما بقاش جوزي، هو هيبقى ان شاء الله طليقي. ايوه يا رجروجه حبيبتي، قطعيه زي ما انت عايزه، بس مفيش داعي يعني للفضايح الاعلاميه. انوش بليز يعني تحري الدقة في كلامك، زي ما رجروجة قالت لك هو مش جوزها هو هيبقى طليقها، وعلى رأي المثل طليقك طلقيه وأي بلوى الزقيها فيه. احنا جاهزين يا مندوح بس المقدمة هسجلها بعدين لوحدي. مش عايز صوت أن أكشن. أعزائي المشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا أنا جاية أهدي النفوس مع منال محروس. وزي ما بنتمنى في بداية كل حلقة إن نيجي نلاقي الناس مش طايقة بعضيها عشان نقدر نهديها. وهنتعرف على ضيفتنا النهاردة وعلى المشكلة والأزمة الفظيعة اللي بتمر بيها. ثانية واحدة، ثانية واحدة لو سمحت. كات. مين؟ مندوح اطفي الكاميرا. ايه ده يا انجي؟ يا جماعه اي حد ملوش لازمه في البرنامج يطلع بره. حاضر. لا يا حبيبتي مش انتي، مش انتي. خلاص خلاص بس بظبطها. جود لك يا روحي، جود لك. شكرا. دي كاميرتي انا، محدش يطلع معايا في الكادر. انتاج. انا جاهز زي مندوح. معلش معلش. اكشن. ايه النهارده معانا ضيفه يعني مشكلتها بجد من الحاجات اللي اثرت فيا انا شخصيا بشكل فظيع في الفتره الاخرانيه. معلش عشان بس لان هي صاحبتي حقيقي وجارتي وكده، فالموضوع واخده بشكل شخصي شويه. اهلا بيكي يا رجروجه. اهلا بيكي، اهلا بحضرتك. إيه بس عايزاكي تحكي للساده المشاهدين مشكلتك ايه. هو في الواقع لا علي صوت، أنا لسه ما قلتش حاجة. في الواقع القرار كان صعب قوي قوي قوي، بس بعد معاناة شديدة جدا. ما تنهاريش يا رجاء. هو الحقيقة كان قرار صعب علي قوي قوي قوي، وأخذ مني معاناة طويلة قوي عشان أقول له خلاص مش هقدر أعيش معاك تاني بعد اللي أنت عملته. متعيطيش يا حبيبتي. يا جماعة دي المكيرة بتاعتها، ومش معنى إن الست تبقى حزينة ومنهارة إنها تفرط في جمالها ويبقى حزنها سبب في إهمالها. استوبي يا ممدوح لو سمحت. إنجي حبيبتي معلش بليز مش هينفع تخش علينا الكادر تاني. طب خلاص أنا آسفة. طب أنا جاي زي مندوح. أكشن. وإيه اللي خلاكي تكتشفي خيانة سمير؟ يعني هي اكتشفتي الموقف بسهولة ولا أنت كنت شاكة ولا الحاسة الساسة؟ لا هو الحقيقة أنا اتفاجئت إن جوزي ما بيفوتش ست أبداً، على طول راجل بصباص، يعني حتى لو لقى المكواجي جايب جونيلا فاضية يمشي وراها احتمال يلاقي صاحبتها ويبدأ معاها بقى. بس برضو علشان احنا برنامج حيادي وسمير مش موجود، ف يعني احب اقول ان هو لا ما بصبصليش قبل كده الحقيقه. ايوه انا قلت بصبص مش رمرم. كات. مندوح مونتاج. انا بس خايفه ان طبعا يتطور الموقف مع سمير والمعاكسات اللي بيعكسها، وان الموضوع يقلب انه يمشي ورا الجونيلا ويوصل لصاحبتها ويضرب ورق عرفي، وجواز العرفي ده ممكن ينتج عنه اطفال شوارع يكبروا ويبقوا مجرمين وإرهابيين وحراميين وحشين يضربوا الاقتصاد والأمن القومي والسلام العالمي ويهددوا. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده ستوب؟ مين اللي قال ستوب؟ محدش هنا بيقول ستوب غيري. أنا اللي قلت ستوب يا ممدوح. أنا بس بقول ستوب. لا أنا كمان أقول ستوب لأن ده بيتي. مش كفاية سمحت لك تقول أكشن؟ في إيه يا إنجي؟ مالك بتزعقي كده ليه في المخرج بتاعي ماسكة غسيل ومكوى؟ ما يصحيش كده. مش عاجبني يا ستي الهرتلة اللي بتتقال دي. يعني إيه؟ يعني إيه مشكلة شخصية حولتوها لإرهاب دولي؟
يا انجي دي بهارات عشان الحلقه تطلع سبايسي. يا سلام، بهارات ايه وسبايسي؟ انت بتعملي كفته يا منال، انت بتعملي حلقه يا ماما. وبعدين انا مش فاهمه سبايسي ايه؟ الشعب اتهرم السبايسي بتاعكم لحد ما جات له بواسير. يعني انا خلاص مش هبابع؟ خلص البرنامج على كده؟ هستضيفك في الاذاعه. طيب النهارده معانا ست ولا كل الستات ضحت بشرابها. ايه؟ ضحت بشرابي؟ قلت لي ضحيت بشبابي. شرابها؟ ضحت بميراثها من اهلها، ضحت باغلى حاجه عندها، قطعت صحباتها واهل حتتها واتكونت في بيتها، وكل ده عشان خاطر جوزها. وهنعرف منها دلوقتي هو عمل ايه بالظبط. ما عملش حاجه جوزي، ما عملش حاجه. انت مقبوله الامور خالص. في ايه يا منال؟ مفروض البرنامج بتاعك يصلح بين الناس مش يسخنهم على بعض. انت لازم كده تعملي من حبه قبه ومن رزه كرومبه. تصدقي طلع انه فعلا اللي هو شر تعمل شر تتلقى. خلاص انتوا عارفين بجد اكتر حاجه مزعلاني ايه؟ انك افورتي طبعا. لا، انك سخنتيهم على بعض. لا، اني خلاص قربت اتطلق. ولا يفرق معايا. امال ايه يا اختي؟ الروج بتاعي كان محتاج يتقل اكتر من كده. لا ركروجة. لا انوش 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 شر بتعمل شر بتلقى. انا بس خايفه ان طبعا يتطور الموقف مع سمير والمعاكسات اللي بيعاكسها، وان الموضوع يقلب بانه يمشي ورا الجونيلا ويوصل لصاحبتها ويضرب ورق عرفي، وجواز العرفي ده ممكن ينتج عنه اطفال شوارع يكبروا ويبقوا مجرمين وارهابيين وحراميين وحشين، يضربوا الاقتصاد والامن القومي والسلام العالمي. ايه ده؟ انا خطر على السلام العالمي؟ يا مدام رايحه فين؟ يا ستات انت ايه بتهم رايح فين؟ معرفش، انا لقيتهم بيخرجوا فقلت اعمل زيهم. يا دجال يا علي يا ستات، انا ستات يا حوامل حوامل. موضوع الطلاق يا فندم. مبروك تم. تم يا فندم، اتفضل. طلاقك انت وعلي تم؟ لا يا فندم، المقاله. هايل يا انجي هايل. الطلاق اخطاء الاباء يدفعها الابناء. حلو قوي العنوان ده. متشكره قوي يا فندم. والحقيقه في موضوع اهم بكتير نفسي اعمله، موضوع عن برامج الفضايح، ازاي بتاخد مشاكل الناس البسيطه وتتاجر بيهم. برافو عليك يا انجي. لعلمك الناس بتموت في الفضايح، وانا شخصيا هفرد له ملف كامل. ايوه يا فندم، حمله صحفيه كبيره ونبدا نحضر لها براحتنا خالص. نخوص بقى في المطابخ بتاعه البرامج دي، نكشف الحلل وندخل بقى على الطبيخ ونعيش. منك لله يا كاميليا، انت والشيف الشربيني. انجي، ها بتقول حاجه يا فندم؟ لا يا حياتي، لا لا هايله. ما تيجي نخرج يا سموره؟ ماليش نفس. نلعب طاوله؟ ماليش مزاج. طب قوم اعمل لنا شويه مكرونه بولونيزي. بولونيزي ايه ونيله ايه؟ لا مكرونه ولا زفت ولا نيله، انا زهقان. زهقتوني في عيشتي، لا عارف اكل ولا عارف اشرب ولا عارف انام. انا وحشتني الرجعه. طب وايه يعني؟ ما انا ما رحتش الشغل بقالي يومين. اقول لك ايه؟ اوعى تتراجع ولا تهزم. هتراجع وهنهزم. انا حر يا اخي، انا حر في عيشتي. الله فينك الرجاء؟ وحشني شلوتها. انت كده بتهين الروح. انت ايه بتوطي صوتك ليه؟ في حد غريب يا انت؟ بقيت عبيط فجأة كده؟ اصل اداء الجملة لازم يبقى يا دي النيلة. طب اديني ودنك بقى في ثواني، ها؟ وفي لقم تاخد بابا نويل اللي على شمالي ده وتتكله على بره. ليه؟ هو انا اداء الجملة بتاعي ما عجبكش؟ خد المصيبة اللي جنبي ده واطلعوا بره. ليه؟ هو انا دقني ما عجبتكش؟ اطلع بره. I'm sorry. ايه ده؟ ايه الورد ده؟ وانت طالع عليه القرافه ولا ايه؟ فشر. انا جايبهولك من مجرى العيون السيده عيشه. ورد وتحتيه خرشوف، الورد تشميه والخرشوف تطبخيهولي. انا اسف. يا خساره الرجاله.
مالكش دعوة انت بقى. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.